منذ احتلالها دخلت فلسطين إطار القانون الدولي بشكل فعلي، وظلت مسألة فلسطين المحتلة إحدى المسائل التي تتداولها الأطر الدولية التي تعنى بالقانون الدولي كعصبة الأمم ولجنة الانتداب والأمم المتحدة. لكن القانون الدولي والمؤسسات الدولية أعطت غطاء شرعيا لقيام إسرائيل بجميع أعمال التهجير والقتل والنهب التي حدثت ولا تزال تحدث حتى الآن في فلسطين المحتل ومن قبل عدو وحشي. للحديث أكثر مشاهدينا عن الموضوع بيسعدنا أن يكون معنا لليوم الدكتور ياسر كلزي، الخبير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن المصطلح القانون الدولي الإنساني اليوم. يعني أي حدا ربينا على هذا المصطلح أمام فلسطين اليوم، هذا المصطلح شو عم بيشكل ضمن هدول الانتهاكات اللي عم نشوفهم، ضمن القصف الوحشي مبارح، قصف لمشافي الأطفال المدنية كان يعني الحقيقة نحن القصف دائما نطلق عليه، أو الأفعال التي تخالف القانون الدولي الإنساني نطلق عليها. بداية خليني ميز انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رح أحاول ميز بين الانتهاكات والجرائم خلال حديثنا. بداية خلينا نحكي شو هو القانون الدولي الإنساني وشو هو القانون الدولي. أنا بدي ميز بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كفرع من فروع القانون الدولي العام. القانون الدولي الإنساني هي مجموعة قواعد القانونية على المستوى الدولي اللي جاءت بمهمة محددة، بعيدة عن الجوانب السياسية، بعيدة عن الجوانب اللي مرتبطة بإطار الأمم المتحدة كتطبيق لقانون اللجوء للقوة مثلا، لقانون المتعلق بالعلاقات الدولية، لأنه قواعد القانون الدولي هي تنظيم العلاقات بين الدول. أما القانون الدولي الإنساني فهي منظومة من القواعد، جزء من قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الإنسان خلال النزاعات المسلحة. يعني القانون الدولي الإنساني يسري تطبيقه فقط، لا نسمع بالحديث عن القانون الدولي الإنساني إلا بارتباطه بنزاع مسلح. فهو مجموعة قواعد قانونية جاءت لتحمي بالبداية الجرحى والمرضى نتيجة الحروب، ومن ثم الأسرى الحرب، وبالنهاية الاتفاقية اللي قد تكون هي محور حديثنا اليوم عن الاتفاقية الرابعة اللي هي حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة. أين هو القانون الدولي الإنساني؟ الحقيقة القانون الدولي الإنساني كقواعد هي قواعد وقائية، هي تخاطب الدول للالتزام، أو الأطراف خليني أقول المتحاربة بالدرجة الأولى تخاطبهم باتباع نهج لا يستهدف فيه كل من لا يشارك في العمل القتالي. يعني هذا الهدف الأساسي، تخفيف ويلات الحرب من خلال عدم استهداف الفئات التي لا تشارك بالحرب أو التي كفت عن المشاركة في الحرب. هي فكرة القانون الدولي الإنساني، وهي قواعد قانونية دولية لكن بعيدة إلى حد ما عن منهجية القانون الدولي العام كقواعد قانونية يحكمها ميثاق الأمم المتحدة بقواعد نص عليها الميثاق، وخاصة أن الميثاق حرم اللجوء إلى استخدام القوة أو حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحظر مفهوم الحرب. قد يكون هنا التقاطع بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام. نعم دكتور، بالقانون الدولي هناك حق للإنسان بالدفاع عن أرضه وبيته ووطنه، لكن هذا الحق يسلب من الشعب الفلسطيني، لماذا هذه الازدواجية بالمعايير؟ الحقيقة منذ نشأة الأمم المتحدة وازدواجية المعايير هي موجودة مرتبطة بسياسة أو منهجية عمل الأمم المتحدة. منذ النشأة من البداية أنشئ مجلس أمن، هذا المجلس لعضويته خمسة الدول الخمسة دائمة العضوية، هذا بحد ذاته هو تمييز وازدواجية معايير بين فيما يتعلق بتطبيق الميثاق نفسه. فازدواجية المعايير للأسف هي مرتبطة بحسب، للأسف سأخرج عن القانون وأقول مرتبطة بمنطق القوة ومن يفرض القوة. فللأسف في القانون الدولي لا نجد قوة للقانون، وإنما القانون هو للقوي.
فهذا ينعكس حقيقة على تطبيق قواعد القانون الدولي، وبالنهاية تنعكس على الأرض ازدواجية في المعايير. أستاذ، ضمن الأحداث اللي عم تصير حاليا بفلسطين، عم نشهد وشهدنا خلال عقود ماضية جرائم حرب تم استخدامها مع الشعب الفلسطيني. اليوم خلينا بداية نعرف شو هي جرائم الحرب وشو هي أنواعها. تمام، أنا بدي أنطلق بداية، اتفقنا بالبداية نحكي على الانتهاكات وبعدين جرائم. القانون الدولي الإنساني بيأتي ليحدد انتهاكات. شو يعني انتهاكات؟ يعني ما هو مشروع وهو غير مشروع، لكن لا يتعلق أو لا يبحث في العقاب. ترك العقاب بداية باتفاقيات جنيف، ترك العقاب للدول الأطراف في الاتفاقية. عندما بدأت تظهر فكرة الجريمة الدولية على المستوى الدولي، بدءا من نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، مرورا بيوغوسلافيا السابقة، رواندا، إلى أن وصلنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجد إطار عام على المستوى الدولي يحدد المقصود بجرائم الحرب. وجرائم الحرب هي إحدى الجرائم الدولية. جرائم الحرب، دائما مصطلح جرائم الحرب نحن نستخدمه مع النزاعات المسلحة، وصورها كثيرة، فكل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع خلال النزاع المسلح بعيدا عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني نعتبره أو نصنفه جريمة حرب. إلى جانب جريمة الحرب لدينا تصنيفين آخرين، ويستخدم بالإعلام كثيرا باليومين الحاليين أو بهذه الفترة، موضوع الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية كمان إحدى الجرائم الدولية التي نصت عليها المحكمة الجنائية الدولية أو المتعارف عليها بالمحاكم الدولية، وهي الارتكابات أو قصد الإفناء الكلي أو الجزئي لمجموعة من السكان يربط بينها رابط قومي أو عرقي أو ديني. لدينا مصطلح آخر اللي هو الجرائم ضد الإنسانية، أيضا هذا كمان من المصطلحات اللي يرتبط بانتهاكات القانون الدولي الإنساني. والجرائم ضد الإنسانية هي تلك الجرائم التي تكون باتباع سياسة ممنهجة، وهي العبارات دائما نركز عليها، سياسة ممنهجة لاستهداف السكان المدنيين. فثلاث جرائم دولية أساسية هي اللي تحكم إطار القانون الدولي الإنساني، لكن عندما تحولت لإطار التجريم أصبحت ضمن قانون آخر من فروع القانون الدولي بنسميه القانون الدولي الجزائي، اللي بيعالج الجرائم الدولية وبيعالج أيضا كيفية تعامل القضاء الدولي مع الجرائم الدولية. جرائم الحرب بنظام روما الأساسي أو بالنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية تقريبا أكثر من 50 جريمة. كل اللي عم نشوفه الآن جرائم. كل اللي عم نشوفه الآن هي تدخل تحت تصنيف جرائم الحرب: التدمير الواسع للممتلكات، تهجير السكان، التجويع، الحصار، الهجمات العشوائية، العقوبات الجماعية. يعني اللي عم يصير بالفعل هو رد فعل كعقوبات جماعية، هذا كله محرم في إطار القانون الدولي الإنساني، يعتبر انتهاكات، وفي إطار القانون الدولي الجزائي هو جرائم دولية للأسف ترتكب دون رقيب. تمام دكتور، خلينا نوضح الفرق بين القانون الدولي الإنساني اللي ذكرته حضرتك والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حلو. بداية، أنا منظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كلاهما هنا فروع من فروع القانون الدولي، لكن لكل فرع من هذه الفروع إذا جينا لأوجه التقارب أو الاثنين بيهتموا بحماية الإنسان. الفرق هو الزمان. القانون الدولي لحقوق الإنسان هو بيهتم بحماية حقوق الإنسان الأساسية زمن السلم. يعني وأيضا هو ينظم العلاقة في بين السلطة والأفراد، يعني أطراف العلاقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان هن السلطة والأفراد، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الغذاء، الحق في العمل، كلها هي بتدخل تحت منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما القانون الدولي الإنساني كما قلنا هو يرتبط بالنزاع المسلح،
ويخلق أو يوجد عدد من الضمانات أو القواعد لحماية فئات محددة. يعني القانون الدولي لحقوق الإنسان بيحمي كل من يتمتع بصفة إنسان، أما في القانون الدولي الإنساني فهو يحمي الإنسان الذي تحول إلى جريح لم يعد قادرا على القتال، أو تحول على أسير ألقى السلاح، أو مدني لا علاقة له أصلا في النزاع المسلح. يعني نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني هو يقتصر على النزاعات المسلحة، بينما القانون الدولي الإنساني هو أعم وأوسع، وكل الاتفاقيات اللي مشوها اتفاقية حقوق الطفل ولا اتفاقية سيداو ولا اتفاقية حظر التعذيب ولا اتفاقية ذوي الإعاقة، كلها بنلاقيها بمجموعة القانون الدولي لحقوق الإنسان. نعم. أستاذ، كل القوانين اللي ذكرتها حضرتك والتعريفات اللي خبرتنا عنها اليوم، هل عم يكون إلى تطبيق ولو بجزئية على أرض فلسطين وخاصة ضمن الأحداث اللي عم نشهدها؟ نعود لازدواجية المعايير الحقيقة. يعني للأسف عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني نجد القانون الدولي إما مغمض العينين مغمض. أو أعمى كلياً. حتى إذا يعني بدنا نحكي الخبر العواجل كانت عم تتاخذ مرة على وكالات كثير اعلاميه انه قصف مشافي اطفال تماما. هذا انتهاك صارخ من الانتهاكات الجسيمه. انا بالقانون الدولي الانساني من ضيق الوقت ما سلط ضوء على في عندي انا انتهاكات جسيمه اللي هي اقصى درجه او اعلى درجه من الانتهاكات. القانون الدولي الانساني يقر حمايه للاعيان الطبيه ووسائط النقل الطبية، هي بحد ذاتها محيدة بالحرب، لذلك أوضعونا أو أوجدونا شارات حتى تحدد هذه المواقع حتى لا يتم استهدافها، كشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لما توضع على مشفى أو توضع على سيارة إسعاف، هذا بيعني عدم جواز استهدافها بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت تشكل ميزة عسكرية، هذا محظر بالقانون الدولي الإنساني. عندما نأتي للكيان الصهيوني دائما نحكي عن مجازر، كل فترة نحن عم نمر بمجازر من الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. إذا بنحكي يعني بأحداث غزة على سبيل المثال اللي انتفض العالم وقتها وشكلوا لجنة تحقيق ولجنة تقصي حقائق وطلعت بتقرير عرف آنذاك بتقرير جولدستون وجه إدانات للكيان، لكن بعد مرحلة زمنية معينة انتسى كل هذا الشيء تحت ذريعة محاكمات محلية تمت ملاحقات، وهذا شيء ثاني ممكن يكون له مجال آخر الحكي اللي هو موضوع الاختصاص. عندما يتدخل الاختصاص الوطني يجب الاختصاص الدولي، فبذريعة أنه حوكموا أمام القضاء الوطني تماما يمنع ملاحقة دولية أو يمنع الملاحقة الدولية طبعا بشروط إلا إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة. بهذا الأسلوب كان الكيان بيتعامل مع القضايا الانتهاكات، وبالنهاية بنلاقي أحكام واهية بتمتد المحاكمات 10-12 سنة دائما بيلعبوا على مسألة الوقت تماما حتى الناس تنسى. نعم. وبالأخير بيطلع الحكم شهر مع وقف التنفيذ على أغلب الأحيان لبين ما يطلع تقرير هاي الانتهاكات، يعني بيكون في جيل تاني طلع تماما تماما تماما، وهذا اللي عم يصير فعليا خلال المتابعة القانونية. في محاولات صارت ببعض دول العالم سابقا بملاحقة الانتهاكات الواقع القانون الدولي الإنساني، لكن للأسف تم إفشاله أو تم إجهاضه قبل اكتمال هذه المحاكمات. تمام. بالختام الدكتور ياسر كلزي الخبير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بدنا نشكر كثير وجودك معنا اليوم. شكرا لكل المعلومات المهمة على تسليط الضوء، لكن الموضوع أكبر من أنه يتسلط بعشر دقائق أو ربع ساعة. يعني التغطية مشكورين على التغطية اللي عم تقوم فيها قناتنا العزيزة، لكن بأكد بالنهاية القانون الدولي يحكمه القوي. أستاذ ياسر، نتمنى نلتقى بصباحات أخرى اليوم إن شاء الله. ومن خلال حضرتك نحكي عن الحقوق التي أعطت للفلسطينيين بالمرحلة القادمة. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا.